وأولى مواضيعنا لليوم مع أو ضد مفتاح الفشل إرضاء الجميع. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ سؤال عميق على فكرة، لو الواحد فكر هيك بهذا السؤال صفن فيه رح يلاقي قدي هذا السؤال عميق، قدي رح يحس حاله أنه هو حط حاله بموقف مثل هذا مشابه وكتير من المرات. فأنتوا شاركونا على 0788-593-593، تتفقوا أو لا تتفقوا، ومنحب كمان نسمع أصواتكم، يعني رنوا علينا وشاركونا رسائل بالموضوع. صوتية أيضا، يعني دائما بنحكي أو بنسمع ناس بحكي إذا أردت أن تكون فاشلا حاول أن ترضي جميع الناس، وأنه إرضاء الناس يعني غاية لا تدرك، فبالتالي اهتم بنفسك أولا وتوقف عن إرضاء الناس اللي حواليك. فكر بمصلحتك، ما تفكر أنه دائما الناس اللي حواليك شو بدهم، شو بيخليهم مبسوطين، لا فكر أنت شو اللي بيبسطك، شو اللي أنت بيريحك، لأن الناس لو انحطوا بموقفك أنت ما حيفكروا فيك، رح يفكروا بمصلحتهم بالأول. وكتير ناس حوالينا اكتشفنا بعد مرور عدة مواقف مع هدول الأشخاص إنه هن هيك عملوا فينا، إنه إحنا كنا ناس حواليهم، ناس دائما معهم، منبديهم على كتير شغلات من مصلحتنا إحنا بس هن الأهم، وبعدين بالآخر منكتشف إنه هدول الناس ما بيستاهلوا. هاي كتير مرقنا فيها، كل بني آدم مرق فيها، ما تقولي ما حدا مرق فيهم. بينما في ناس بحكي لك بالعكس، أنا مش بحاول أرضي الناس، ولكن أنا بحاول إني أقف على مسافة واحدة من الجميع، ما أرضيهم يعني حتى ولا أقلل من قيمتي. ودائما زي ما ذكرنا قبل، أحيانا لما تعطي زيادة وتوقف عن العطاء، الناس تنظر إليك بنظرة استغراب وكأنه أصبح واجب هذا العطاء لزيادة. ولكن أحيانا نحاول إرضاء الجميع حتى يعني إحنا نكون يعني محبوبين من قبل الناس اللي موجودين حوالينا، عاملين اللي إلنا واللي علينا مع أهالينا والناس اللي منحبهم وما نزعلهم. ولكن بحكي لك إن أردت أن تفشل يعني حاول إنك ترضي الجميع، يعني في ناس هيك وفي ناس هيك. انتوا احكوا لنا مع اي راي بتوافقوا. بتعرف انت حكيت هيك، ذكرت انه ارضاء الاهل الام والاب، هذا ارضاء غير عن اي ارضاء، يعني الاهل واجب علينا طبعا، يعني بر الوالدين هذا احنا يعني شيء اساسي. ما بنحكي عن يعني احيانا بصير في مش مبالغة عن نزاعات، يعني خلينا نحكي كبيرة، نحكي عن أشياء صغيرة يعني بسيطة. لا أكيد الأب والأم هدول شيء مختلف تماما، يعني نحكي الأهل الأقارب. طب أنت برأيك مع غير إرضاء الجميع شو هو مفتاح الفشل؟ والله في كثير مفاتيح للفشل، وخصوصا هي بتختلف عادة من زمن إلى زمن. وأقول لك كمان مع وجود التكنولوجيا وهذا التوسع اللي عم بيصير، عم بتزيد أكثر مفاتيح الفشل. للأسف أحيانا بنظر للناس يعني عم نتصرف إحنا، عم نبدل المصطلحات وعم نغير المفاهيم في مجتمعنا. اليوم بدك تكون، بصير يقنعك اصحابك اللي حواليك في الشغل بدك تكون شرس مع الناس اللي موجودين معك، بالعكس هذا إشي عشان مصلحتك وكذا، فالدنيا عم تتغير. مساء الورد والياسمين للناس الحلوين على طول، يسعد مساك. برجع بقولها دائما وابدا، المشعشعون بالطاقه الايجابيه. الفشل إذا ربطناه بإرضاء الجميع سوف نكون من أول الفاشلين، لأنه إرضاء الجميع غاية لا تدرك، وإذا حاولت أدركها راح أهلك قبل ما أرضي أي طرف من الأطراف. أنا برأيي الشخصي، إرضائي أنا شخصيا وبالشي اللي بآمن فيه وبنجاحي، ومن ثم مش مشكلة الباقي رضي ولا ما رضي. يسعد مساكم، أيمن سمير. تحياتنا لك يا أيمن. طيب بحكي لك، يعني إذا حدث وأردت أنك أنت ترضي هدول الناس بحسب المختصين، تفحص وتمحص مين هدول الناس، نفسياتهم، عقلياتهم، مكانتهم في قلبك، حفظهم لإلك في غيابك قبل حضورك، وجودهم إلى جانبك في المواقف الصعبة في الحياة اللي بتحتاج لأصحاب المبادئ والقيم وليس لأصحاب المصالح. لما تعرف النخبة التي تستحق الحفاظ عليها، لما تعرف انه انت اليوم امام هدول الناس مش مساءل ولا راح يعاتبوك ولا راح في اول موقف لإلك انهم يبلشوا يحكوا عنك وكذا، انت هدول الناس ارضيهم. ولكن عدا عن هيك، اذا مش عارف مين هدول الناس، اذا مش حقيقيين عمرك ما ترضيهم نهائيا، فبدك تقيم هدول الناس. قيم. بس قد ايه فينا ناس قيمت اشخاص بعد مرور سنين
من العلاقات. يعني انت اوقات فعليا اول 5 سنين 6 سنين 10 سنين بتكون صحبة مع حدا, بعدين بتكتشف انه هذا الشخص غير ما انت كنت متوقع. طبعا ما هو الناس بتتغير, مش امبارح كنا عم نحكي, هلا طبيعي ان الناس تتغير, طبيعي الناس انها تختلف, ولكن الشخص الحقيقي انا اليوم لو حنين تغيرت لل أسوأ مش للأفضل, من 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 يعني من الحق إني أنا آجي وأحكي لها اسمعي أنا صراحة مش حابب هذا الإشي اللي بتعمليه أو أسلوب مش متعود عليك هيك أو كذا, بعطيك تنبيه كصديق, بعطيك تنبيه. هلا أنت مشيتي في التنبيه, أخذت الإشارة هذا مشيتي عليها تمام, رفضتيها مرة مرتين ثلاثة, بكون أنا في عاد انسحاب. بس الحلو إنك أنت أجيت ونبهت, هذا المهم في الموضوع. إذا شخص بيعني لك أنك تروح تحكي معاه تقول له أنت تغيرت 1 2 3 يعني ما تنسى, بعدين ما تحكي له أنه تغيرت وأنت مش مأز منه وأنت بتعايره. اليوم الولد الصغير بدك تتعامل معه كأنه هذا, بدك تحكي له اسمع أنا شوف أنت يمكن مبسوط بحياتك, أسلوبك بده يكون كمان قوي لتوصل له الرسالة, ممكن تأثر فيه طبعا لأنه الناس بالأسلوب. يعني حنين عم تحكي عدم إرضاء الناس يؤدي إلى الفشل بالنسبة للمشاهير, يعني إذا ما عمل شو اللي بيحبوا متابعينه أو معجبينه فرح يخسرهم. أما بالنسبة لإرضاء الناس لا يوجد له علاقة بالفشل, لأنه إحنا في البداية لازم يكون هدفنا إرضاء أنفسنا وبعدين منفكر بالناس. بس حلو الواحد يكون دبلوماسي اجتماعي, بس مش إني أوصل لإرضاء أي أحد. أما تسليم تحكي الموضوع معقد وبده تفكير, يعني إحنا ما بنقدر نسميه فشل غير إذا زاد عن حده وأثر على حياتنا سلبا. مو غلط نرضي الأشخاص اللي بيهمونا ومقربين منا بس بحدود ومن باب اللطف والمحبة, بس مهم ما ننسى حالنا وما نعطي هذا الشيء فوق طاقتنا أبدا. مع أو ضد مفتاح الفشل إرضاء الناس وإرضاء الجميع, شاركونا وعلقوا بهذا الموضوع. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.